ما عم بقدر انساها. انت قلت انه شيء كتير منيح لانه ابي مانو معي، لانه لو كان معي كان رح يخجل فيني. انا اسفه، بعتقد اني سمعت غلط. استاذ وقف السياره هون. ايه لو سمحت رح انزل هون. بس مشفى سيتي. استاذ اذا بتريد وقف السياره لو سمحت. شكرا كتير. شكرا لك براتشي. بعتقد اني كنت. يمكن الاستاذ متضايق من الكلام يلي قالت له يا ماما، وما نو قادر يعبر عن مشاعره، وانا ماني حابه ضايقه اكثر. كان بدك تروحي على مشفى ستي. لا لا ولا يهمك، مو مشكله. شكرا، باي. ليش حاسه اني سمعته صح؟ حكى معي كأني بنته. هو رجال منيح، أحسن أب بالعالم. حتى أنا بتمنى يكون عندي أب مثله. بس كل هاي الأفكار براسي. بس بجوز لهذا السبب حسيت إنه قال لي بنتي. أكيد أنا غلطانة. راتشي انتبهي. أنت منيحة؟ ديري بالك، امسكي إيدي وقومي. هذا موبايلك. أنا منيحة. شو هاد دم؟ شو هاد؟ لا مانك منيحة، أنت وقعتي وأكيد موجوعة. لا لا إيدي تمام. إذا إيدك منيحة ليش عم تبكي؟ خليني ضمد لك الجرح. بتعرفي شو؟ ما بتقدري تخبي وجعك علي، ماشي؟ الأهل على طول بيحسوا بأولادهم. أنا بكون أبوكي. لا تقولي شيء، بس ما تكوني موجوعة حبيبتي، ماشي؟ هيك تمام؟ عم توجعك؟ أنت جرحت مشاعري ومشاعر أمي. يعني صحيح أنا ما بحياتي شفت أبي، بس كنت كل ما أشوفك مع ريا وكيف بتحكي معها بتمنى يكون عندي أب مثلك. بس ما كنت حابة آخذ أبوها لريا منها أبداً. كل يلي كان بدي إياه إنك تهتم فيي مثل ما بتهتم بريا وتعتبرني. بس أنت شو قلت لي؟ قلت إنه أبي رح يخجل فيني لو كان معي. كلام بيجرح كتير. ما كنت متخيلة يجي يوم وأنت تحكي معي هيك كلام، لأني كنت أعتبرك سند إلي. أمي زعلت كتير من الكلام يلي قلت لي إياه، حتى لو ما كنت ناوي تعمل هالشي، بس أنت جرحت لي مشاعري وظلمتني. اسمعيني.